يحتفل آلاف المواطنين والسياح في جزيرة جيندو جنوب كوريا الجنوبية بمهرجان طريق البحر الغامض احتفاء بظاهرة سنوية تحدث مرة واحدة كل عام، إذ يتشكل طريق بري داخل البحر لمدة 60 إلى 90 دقيقة تقريبا بسبب عملية المد والجزر المنخفض للغاية، ويبلغ طول هذا الطريق قرابة 2 كيلومترين و800 متر فيما يصل عرضه ما بين 40 و60 مترا، ويكون متسعا بما يكفي للسير عليه، حيث يربط بين جزيرتي جيندو ومودو في أقصى الطرف الجنوبي من شبه الجزيرة الكورية الجنوبية. (목소리)